إلى ما قبل سنوات قليلة لم تكن شوارع مدينة مأرب بهذه الصورة الجمالية، جهود مكثفة وإن بدت متقطعة غير أنها متواصلة في تشجير الشوارع والمداخل والساحات العامة، بالإضافة إلى الجزر الوسطية المستحدثة، وجميعها هدف لمشروع ينفذه صندوق التحسين في المحافظة. أكثر من 12770 شجرة تم غرسها من أصل 66000 شجرة يسعى لتنفيذها صندوق التحسين مستقبلا لاستكمال توزيعها. ما تشاهده في مدينة مأرب من مظاهر التشجير هو جانب إيجابي، خاصة في مدينة تقع على أطراف الصحراء. هذه الأشجار التي تنتشر والتي نراها تتوسع يوم بعد آخر في الشوارع وحتى في المرافق العامة كما نلاحظ أيضا في الجامعة، هو جانب إيجابي يعطي المدينة مظهر جمالي وبيئي، ويدل على أن هذه المدينة تحظى بالتفاتة أيضا جديدة. حرص واضح بدا من قبل الجهات المعنية على تغيير شكل المدينة وتطويرها الملحوظ، فخلال فترة مضت عمل الصندوق على تسوير أكثر من 26000 متر مربع على جوانب الشوارع وبناء مجسمات جمالية، إضافة إلى تشجيرها ب13 نوعا من أشجار النخيل والزينة، والسعي إلى تفعيل المشتل المركزي والإكثار من إنتاج الشتلات. بالنظر إلى هذا كله يتضح أن ثمة رغبة حقيقية ومحاولات تبدو جادة بالدفع بالمدينة وتصديرها بأكثر من صورة. حقيقة في موضوع التشجير والتحسين بالذات، الأخ محافظ المحافظة اللواء سلطان بن علي العرادة يدعم هذا المشروع يعني ويشرف عليه إشراف شخصي. مشروعنا مشروع اللي هو التحسين يشمل زرع ما يربو على 66000 شجرة كما صرح بذلك الأخ المحافظ سابقا، وبدأ أنجزنا ما يربو على 7000 شجرة في هذا المجال يعني، ولا زالت الأعمال مستمرة إن شاء الله ونطمح إلى المزيد. صحيح أن مدينة مأرب لم تعد تشبه أمسها القريب في مجالات كثيرة، وهذا ما يردده بإعجاب المقيم فيها أو الزائر لها أيضا، غير أن من يقارن بين ما يجب أن تكون عليه مأرب وبين ما تحقق يتضح أن فجوة واسعة تحتاج مزيدا من الاهتمام والعمل المتواصل لتشكل المدينة أكثر إنجازا وحضورا مستقبلا. خلال الخمس سنوات الماضية شهدت مأرب تحولات في ملفات كثيرة، وكانت بنيتها التحتية محل اهتمام ومتابعة السلطة المحلية، حتى بدت مطالبات كثيرة لتقديم المزيد لهذه المدينة التي تعود رويدا رويدا للواجهة. خليل الطويل، قناة بلقيس، مأرب.